Elementary Modern Standard Arabic. Lesson 11. Vocabulary. المفردات. الحادية عشرة. الحادية عشرة. لم. لم. لم يدرس. لم يدرس. بل. بل. كان. كان. حصل على. حصل على. الدكتوراه. الدكتوراه. زوج أزواج. زوج أزواج. لم تحصل على. لم تحصل على. الماجستير. الماجستير. فقط. فقط. ثم. ثم. عمل. عمل. حكومة. حكومات. حكومة. حكومات. مدرسة حكومية. مدارس حكومية. مدرسة حكومية. مدارس حكومية. بلد. بلاد. بلد. بلاد. لم يرجع. لم يرجع. سافر. سافر. لم تدرسي. لم تدرسي. لم أدرس. لم أدرس. كنت. كنت. Additional vocabulary. البكالوريوس. البكالوريوس. Elementary Modern Standard Arabic. Lesson 11. Basic text. النص الأساسي. طلاب جامعيون. هل درس سامي في الجامعة اللبنانية؟ لم يدرس في هذه الجامعة، بل كان طالبا في الجامعة الأمريكية في بيروت. على أي شهادة حصل؟ على شهادة الدكتوراه. وزوجته؟ لم تحصل على الدكتوراه، حصلت على الماجستير فقط، ثم عملت في مدرسة حكومية في لبنان. هل رجع سامي بعد ذلك إلى بلده؟ لا، لم يرجع إلى بلده، بل سافر مع زوجته إلى الكويت للعمل هناك. وأنت يا مريم، ألم تدرسي في الجامعة الأمريكية؟ لا، لم أدرس هناك، بل كنت طالبة في الجامعة اللبنانية. The basic text will now be repeated in segments with pauses for repetition by the student. طلاب جامعيون. طلاب جامعيون. هل درس سامي؟ هل درس سامي في الجامعة اللبنانية؟ في الجامعة اللبنانية؟ لم يدرس في هذه الجامعة. لم يدرس في هذه الجامعة، بل كان طالبا. بل كان طالبا في الجامعة الأمريكية.
في الجامعة الأمريكية في بيروت. في بيروت. على أي شهادة حصل؟ على أي شهادة حصل؟ على شهادة الدكتوراه. على شهادة الدكتوراه. وزوجته. وزوجته. لم تحصل على الدكتوراه. لم تحصل على الدكتوراه. حصلت على الماجستير فقط. حصلت على الماجستير فقط. ثم عملت في مدرسة حكومية. ثم عملت في مدرسة حكومية. في لبنان. في لبنان. هل رجع سامي؟ هل رجع سامي؟ بعد ذلك. بعد ذلك. إلى بلده. إلى بلده. لا. لا. لم يرجع إلى بلده. لم يرجع إلى بلده. بل سافر مع زوجته. بل سافر مع زوجته. إلى الكويت. إلى الكويت. للعمل هناك. للعمل هناك. وأنت يا مريم. وأنت يا مريم. ألم تدرسي في الجامعة الأمريكية؟ ألم تدرسي في الجامعة الأمريكية؟ لا. لا. لم أدرس هناك. لم أدرس هناك. بل كنت طالبة. بل كنت طالبة في الجامعة اللبنانية. في الجامعة اللبنانية.
Drills. Drill 4. Give the independent pronoun which corresponds to each of the following jussive forms. واحد لم يرجع إلى بلده في ذلك الوقت. هو. اثنان لم تدرس الدرس الأساسي. أنت or هي. ثلاثة لم أذهب إلى القاهرة. أنا. أربعة ألم تترك عائلتك في لندن؟ أنت. خمسة لم تبدأ دراسة التاريخ هذه السنة. أنت أو هي. ستة لم يأكل كبة في المطعم العربي. هو. سبعة سبعة ألم تقرأي كتاب صديقك؟ أنت. ثمانية لم تحصل على شهادة في الإنجليزية. أنت or هي. تسعة ألم تعملي في مكتب المدير؟ أنت. عشرة لم أشرب قهوة مع أصدقائي. أنا. Drill 5. Conjugation. Model sentence A will be read to you. Change the verb according to the cues given. Part A. ألم يعمل في مكتب الشركة؟ أنت. ألم تعملي في مكتب الشركة؟ أنا. ألم أعمل في مكتب الشركة؟ السيد فريد. ألم يعمل في مكتب الشركة؟ كريمة. ألم تعمل في مكتب الشركة؟ ابنك. ألم يعمل في مكتب الشركة؟ أنت. ألم تعمل في مكتب الشركة؟ المديرة. ألم تعمل في مكتب الشركة؟ السكرتير. ألم يعمل في مكتب الشركة؟ الموظف. ألم يعمل في مكتب الشركة؟ بنته. ألم تعمل في مكتب الشركة؟ Part B. Repeat the same drill with the following sentence, which means he didn't leave his family in Baghdad. لم يترك عائلته في بغداد. أنت. لم تترك عائلتك في بغداد. أنا. لم أترك عائلتي في بغداد. السيد فريد. لم يترك عائلته في بغداد. كريمة.
لم تترك عائلتها في بغداد. ابنك لم يترك عائلته في بغداد. أنت لم تترك عائلتك في بغداد. المديرة لم تترك عائلتها في بغداد. السكرتير لم يترك عائلته في بغداد. الموظف لم يترك عائلته في بغداد. بنته لم تترك عائلتها في بغداد. Drill 6. Transformation from an affirmative sentence to a negative sentence using lam plus jasiv. For example, the sentence, he worked in a government office, عمل في مكتب حكومي, becomes, he didn't work in a government office. لم يعمل في مكتب حكومي. Proceed. 1. حصلت على شهادة في العربية. لم أحصل على شهادة في العربية. اثنان فعلت ذلك في نيويورك. لم تفعلي ذلك في نيويورك. ثلاثة قرأ جريدة أخبار اليوم. لم يقرأ جريدة أخبار اليوم. أربعة بدأت دراسة التاريخ المصري. لم تبدأ دراسة التاريخ المصري. خمسة ذهبت إلى الشركة لزيارة المدير. لم تذهب إلى الشركة لزيارة المدير. ستة أكلت في مطعم مع أصدقائك. لم تأكلي في مطعم مع أصدقائك. سبعة درس النص الأساسي. لم يدرس النص الأساسي. ثمانية رجعت إلى الشرق الأوسط للعمل هناك. لم أرجع إلى الشرق الأوسط للعمل هناك.
Drill 7. Transformation from present to past time using كان. For example, he is a new student. هو طالب جديد. Becomes he was a new student. كان طالبا جديدا. Proceed. 1. هي موظفة في المتحف. كانت موظفة في المتحف. 2. أنتم طلاب في مدرسة حكومية. كنتم طلابا في مدرسة حكومية. 3. هم أصدقاء أحمد. كانوا أصدقاء أحمد. 4. أنت مدرسة في سوريا. كنت مدرسة في سوريا. 5. أنا ذاهب إلى المسرح. كنت ذاهبا إلى المسرح. 6. أنتن أستاذات في جامعة الخرطوم. كنتن أستاذات في جامعة الخرطوم. 7. أنت في مكتب الشركة. كنت في مكتب الشركة. 8. هو رجل مشهور. كان رجلا مشهورا. 9. نحن أصدقاء الرئيس. كنا أصدقاء الرئيس. 10. هن موظفات في مكتب حكومي. كنا موظفات في مكتب حكومي.
Drill 10. Transformation from singular to plural nouns. In the following sentences, change the noun to the plural. For example, he received the professor yesterday. استقبل الأستاذ أمس becomes he received the professors yesterday. استقبل الأساتذة أمس. الأستاذ has been changed from singular to plural. Proceed. واحد. استمعنا لمحاضرتهم. استمعنا لمحاضراتهم. اثنان. عملوا في المطار. عملوا في المطارات. ثلاثة. فريد استقبل صديقه هناك. فريد استقبل أصدقاءه هناك. أربعة. هل ذهبت إلى المكتبة؟ هل ذهبت إلى المكتبات؟ خمسة. أي كلمة تعلمت؟ أي كلمات تعلمت؟ ستة. صديقة كريم من تونس. صديقات كريم من تونس. سبعة. أمام الباب أتوبيس. أمام الباب أتوبيسات. ثمانية. هل تركتم العائلة في القاهرة؟ هل تركتم العائلات في القاهرة؟ تسعة. شاهدت طائرة اليوم. شاهدت طائرات اليوم. عشرة. هل عملتم في شركة هنا؟ هل عملتم في شركات هنا؟ Drill 12. Passage for Oral Comprehension. Listen to the following passage in Arabic and then answer the questions in your text which are based on it. كان كريم طالبا مع صديقه حسين في مدرسة ثانوية في بغداد. بعد ذلك سافر كريم إلى مصر وتابع دراسته في جامعة القاهرة. بعد الحصول على شهادة، درس في مدرسة حكومية في مصر. حسين انتقل كذلك إلى جامعة القاهرة، ولكن لم يحصل على شهادة، بل رجع إلى بلده بعد سنة للعمل هناك. End of lesson 11.